شاهد عمار فجأة بسينة جايب لي بسينة سودا كتير بشعة وفي خبره لا إلا يومين كتير متغير ما بعرف شو فيه هيكي انتري 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 برجع بحكيكي بعدين مش مرتاحة لقصة البسينة كيف؟ ما بعرف حسة عم تعمل اشياء غريبة بالبيت نقط ما جبتها انت بس مو متقبلة فكرة التجديد بحياتك بقول لك اياه بيضايقك شوي ليه يا خاله شوفي حسب اللي شرحتي لي اياه عيونها عيونك طاو شايله داس في ديها تتحول قطوه هذه اللي بتكون ام الدويس بنفسها بقول لكم قصتها الصدقيه حسب كلام يدي اللي كان عايش على وقت ام الدويس كان في ريال من الانس حب وحده من الجن ومن حب لها قال بيتزوجها مهما كان شكلها الحقيقي في ليلة عرسهم طلعت له بشكلها الحقيقي فخاف الريال وما طاع يتزوجها وهرب عنها
انهارت بعدها الجنية من اللي صار فيها، لأنها كانت وايد تحبه فقررت تنتقم منه. راحت شكلت على هيئة وحدة وايد جميلة وراحت للريال تغوين، وبعد ما انجذب لها رجعت على هيئتها الأصلية وخذت داس اللي هو المنجل وقتلته فيه. أها، عشان شي يسمونها أم دويس؟ هي بعدين قررت إنها تنتقم، تقتل أي ريال ينجذب لجمالها، لأن الجمال مو بكل شيء، وكل شوي تقتل ريال وتزيد قوته. دقيلة رايلت شوفي وينه. بقيت له 100 مرة، موبايله مسكر، أمي بدي روح شوفه. أمي بنتي هالشي وايد خطر، أنتي ما تعرفين شو مواجهة أنتي. لك إيه عمار؟ أنا أعرف، أعرف مطوع وايد زين، بناخذك هناك وبسرعة. Thank you.